بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الحادي عشر في قراءة والتعليق على كتاب النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن الكريم، للشيخ الأزهري الدكتور محمد عبد الله طراز رحمه الله، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين. وما زلنا، هذا مبحث الكتاب كله، أن القرآن وهو سمى النبأ العظيم. القرآن ده هو النبأ العظيم، أعظم نبأ نزل للبشرية منذ أن خلق السماوات والأرض، أن هذا القرآن يستحيل أن يكون وضع بشري، ويستحيل أن يكون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يكون الرسول استقى من أحد أو تعلم من أحد، يستحيل عقلا، مش استحالة كده بنقولها وخلاص، لا، لما تقعد تفكر في الموضوع من جميع الجوانب مستحيل، إلا أن يكون جاءه من جهة أخرى غير جهة البشر، لأنه جاء بعلوم الأولين والآخرين وعلوم لا يعلمها البشر، أخبر بالغيبيات، فلا يعلم ذلك إلا خالق الأمور كلها. وبالتالي لابد وأنت بتقرأ القرآن تستشعر هذا المعنى، لأن للأسف إحنا كمننا بقالنا قرون عديدة بنسمع القرآن، وتولدنا في بيئة كلها قرآن وأجداد قرآن، فصار القرآن مسلما ونسينا اللي نزل عليه، فهم؟ فلازم نعرف ان اللي نزل عليه بقى ده رسول الله، لان في ناس يقرا القران عنه كتاب، يعني زي كتاب كده فيه معلومات، لا، ده كل معلومه فيه لا تستطيع ان تحصل عليها الا بوحي، كل سطر، كل سطر فيه، مهما كنت ذكيا خبيرا مطلعا متصلا بالناس، حاصل على كل الشهادات، حضرت كل المؤتمرات، سافرت كل البلاد، اتسعت مداركك مع وجود كمان الذكاء والفطنة، يستحيل ان واحد جمع هذا كله ان يعمل سطر بالقرآن. لازم وانت بتقرأ القرآن كده تدرك هذا المعنى في كل آية وفي كل سورة، عشان تعرف ان ده رسول الله، مش مجرد يعني وحي داخلي وكتبه زي ما واحد بيألف كتاب، لا. فبين أن القرآن فيه من علوم الغيوب ما يستحيل أن يعلمه بشر، غيوب حدثت في الماضي السحيق من بداية الخلق، وغيوب حدثت في أثناء عصر النبوة، وغيوب تحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فهذه الغيوب كلها يستحيل أن يستنبطها العقل. وبعدين بيناقش حاليا ان هم قالوا لا، ده تعلموا من بشر، اكيد اتعلموا من بشر، بيقولوا كده. فبالامس تكلمنا على انه من اللي التقى بهم من العلماء في عصر، يعني النبي معروف اتولد امتى وعاش فين وسافر وراح ايه وهو طفل كان ايه، عارفين كل حاجه، يعني هو عايش بينهم، مش اتولد مثلا في كوكب اخر وبعدين نزل لهم عنده 40 سنة قال لهم القرآن، قالوا اه ده كان في مشوار كده وجاب لنا، ده هو عايش بينهم، بيمشي في أسواقهم ورايح جاي ويتزوج من نسائهم ويأكل ويشرب معاهم، وعارفين أبوه وجده 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 وأمه وأمه وأم، عارفين كل نشاطاته، وفجأة بعد 40 سنة يقول لهم حاجة يعجز الأولين والآخرين، الله، إيه اللي حصل؟ جابوا منين؟ قالوا اه ده الظاهر اتعلمه من ورانا. طب اتعلمه منين يا ابني؟ ما هي دي بقى اسمها ايه؟ اسمها يعني تهيؤات الحشاشين. عارف الحشاش ده؟ الحمد لله انا عمري ما جربته يعني، بس بعض الناس شربوه قالوا لي بيحصل لهم ايه؟ واخد بالك؟ الحمد لله من فضل الله علي لم يدخل دمي لا مخدرات ولا خمره منذ ان ولدني الله الى الان، وان شاء الله حتى القى الله. لم يتلوث دمي بيه. لكن على اي حال الحشاشين بيعمل لهم ايه؟
يقول لهم هلاويس كده، هلاويس هلاويس، ويبقى خياله عالي قوي، واخد بالك ازاي؟ فهم برضو خيالهم عالي قوي. قال لك اه اكيد اتعلموا، اتعلموا دي هلوسه حشاشين. طب اتعلموا منين؟ ما انتوا عارفين كل المشاوير والسفريات، اتعلموا مين؟ اه اتعلموا، ده قابل واحد اسمه بحير الراهب وهو صبي مع عمه مساب. ده بحير الراهب دول اكل وجبه وعمه قال عرفه بيه، فقال له انا ابوه، قال له لا ده يستحيل، ده يبقى ليه اب، ده لازم يبقى يتيم. قال له اه فعلا هو ولد يتيما وانا عمه وبربيه. فبص على علامه ختم النبوه لقاها في كتفه، وكان شايفهم من بعيد الغمامه مظللاه علامات. وبحيره قاعد في الحته دي اصلا بقاله سنوات، لان عندهم علامه ان هيمر علي النبي الخاتم وهو صبي في تجاره وفي هذا المكان. يعني هو اصلا اتخذ الصومعه دي اصلا بعلم، مش عاملها صدفه. ده يعني شوف حتى تفاصيل حياته وهو صبي مكتوبه في الكتب القديمه. فبحيره قال لعمه حافظ عليه من اليهود، وده له شأن عظيم، وادي كل الحاجات ده انهم ماشيين. اتعلم امتى بقى من بحيره؟ اذا كان ما عادش معاه، وبعدين كان صبي، وبعدين ده هو كلمكم وعنده 40 سنه. طب لو تعلم كان رجع على طول يكلمكم. قالوا اه يبقى اتعلم من ورقه ابن نوفل. ده كان ايه؟ اوتي الكتاب. قاعدين بيهلوسوا هلوسه حشاشين مجرمين، ما هم اصلا كانوا خمرجيه سكريه، يعني حياتهم كلها خمر ومعازف ونساء وزنا وقمار وشعر، ادي حياتهم، ويسطوا على بعضهم البعض. مش دي حياه العرب قبل كده في الجاهليه؟ ويسجدوا الاصنام، فادي حياتهم يعني. فالمهم قالوا يبقى اذا كان راح لورقه بعد ما نزل على الوحي، يبقى جابه من ورقه ازاي؟ اذا كانوا ثانيا لما ذهب لورقه ذهب مع زوجتي لتطمئن على زوجها، ثم ان ورقه نفسه آمن بدعوته قبل ان يؤمر بالجهر به، وقال له ان ده الناموس الاعظم. يبقى منين بقى اتعلم من ورقه؟ اين؟ فهمت؟ طيب ما زلنا بقى ايه بنبحث عن البني ادم اللي هو علم النبي القران ده. بحيره ما نفعش، وورقة برضو ما نفعش. النهاردة بقى هنقعد نبحث تاني، يمكن نلاقي واحد كده. صفحة 92 في النسخة بتاعتي و60 في النسخة التانية. من زعم أن له صلى الله عليه وسلم معلما من البشر فليسمه لنا. ونعود للمرة الثالثة فنقول لمن يزعم أن محمدا كان يعلمه بشر، قل لنا ما اسم هذا المعلم؟ ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ وماذا سمع منه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟ فإن كلمة البشر تصف لنا هذا العالم الذي يمشون على الأرض مطمئنين ويراهم الناس غادرين ورائحين، فلا تسمع دعواها بدون تحديد وتعيين، بل يكون مثل مدعيها كمثل بل يكون مثل مدعيها كمثل الذين يخلقون لله شركاء لا وجود لهم إلا في الخيال والوهم، فيقال لهم كما قيل لهم قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. بل نقول هل ولد هذا النبي في المريخ؟ بيتري عليهم بقى معلم، يعني هنعمل لهم إيه بس؟ أحلام الحشاشين. هل ولد هذا النبي في المريخ؟ أو نشأ في مكان قصي عن العالم فلم يهبط على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوى، ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لماما؟ ألم يولد في حجورهم؟ ألم يكن يمشي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ألم يكونوا يرونه بأعينهم في حله ورحيله؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ نعم إن قومه قد طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة، إنما يعلمه بشر، ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة مجادين وكانوا يشيرون بها إلى بشر حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية؟ كلا، إنهم ما كان يعنيهم أن يكونوا جادين محقين، وإنما كان كل همهم أن يدرأوا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحام، بأي صورة تتفق لهم
من صور الكلام بالصدق او بالكذب، بالجد او باللعب. المصريين يقول لك ايه؟ باللماضه. لماضه خالص، ها؟ طق حنك كده بقى، المصريين يقولوا كده. وما ادراك من هو ذلك البشر الذي قالوا انه يعلمه؟ اتحسب انهم اجترأوا ان ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا، فقد رأوا انفسهم اوضح جهلا من ان يعلموا رجلا جاءهم بما لم يعرفوهم ولا اباؤهم. ام تحسب انهم لما وجدوا ارض مكه مقفره من علماء الدين والتاريخ في عهد البعث المحمدي عمدوا الى رجل من اولئك العلماء في المدينه او في الشام او غيرهما فنسبوا ذلك التعليم اليه؟ كلا، ان السنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه الكلمه ايضا. فمن ذا اما لا؟ لقد وجدوا انفسهم مضطرين ان يلتمسوا شخصا يتحقق فيه شرطان، احدهما ان يكون من سكان مكه نفسها لتروج عنهم دعوى انه يلاقيه ويملي عليه بكره واصيلا، وثانيهما ان يكون من غير جلدتهم وملتهم ليمكن ان يقال ان عنده علم ما لم يعلموا. وقد التمسوا هذه الاوصاف فوجدوها. اتدري اين وجدوها؟ في حداد رومي. واد حداد رومي ونصراني في مكة بيعمل لهم سيوف، مهنته كده. قالوا هو ده اللي علمه. تصور، شفت بقى البله، بلهاء يا عم. نعم، وجدوا في مكة غلاما تعرفه الحوانيت والأسواق ولا تعرفه تلك العلوم في قليل ولا كثير، غير أنه لم يكن أميا ولا وثنيا مثلهم، بل كان نصرانيا يقرأ ويكتب، فكان من أجل ذلك خليقا في زعمهم أن يكون أستاذا لمحمد، وبالتالي أستاذا لعلماء اليهود والنصارى والعالم أجمعين. يعني ما قلتلوش أحبار اليهود علموا، تقوم تجيبوا واد صنايعي، صنايعي. حاجة غريبة. وبالتالي أستاذا لعلماء اليهود والنصارى والعالم أجمعين. ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغا لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من داخلها ورد متشابهها إلى محكمها، وهل كان مزودا في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهيم، لعرفت أنه كان حدادا منهمكا في مطرقته وفي سندانه، وأنه كان عمي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني، أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قوم. لكن ذلك كله لم يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على رغم أنف الحاسدين. هكذا ضاقت بهم دائرة الجد فما وسعهم إلا فضاء الهزل، وهكذا أمعنوا في هزلهم حتى خرجوا عن وقار العقل. فكان مثلهم كمثل من يقول إن العلم يستقى من الجهل، وإن الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء، وكفى بهذه هزيمة وفضيحة لقائله. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى الآية دي مقصدها إيه؟ الواد الرومي ده اللي إيه الحداد، لما تقرأها تفتكر. نعم، إنهم رأوا في هذا الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما يسيغ مرارة الزور والباطل، ورأوا في هذه الصورة الخيالية من التهكم والسخرية ما يشفي صدورهم ويجعلهم يتضاحكون بملء أفواههم، ولكنهم ما دروا أن في طي هذه السخرية سخرية بهم، وأنهم قد شهدوا فيها على أنفسهم أنهم أجهل الأمم، وأن كل غريب عنهم ولو كان غلاما سوقيا أهل لأن يقال عنه إن عندهم من العلم ما ليس عندهم. فيا لهم من نطق كان العي في موضعه خيرا لهم وأستر عليهم، ويا له من سلاح أرادوا أن يجرحوا به خصمهم فجرحوا به أنفسهم من حيث لا يشعرون. أما الحق الذي كانوا يخاصمونه فقد والله زادوه بهذا الاتهام قوة إلى قوته، ذلك أنهم حين خرجوا يلتمسون واحدا من البشر يمكن أن ينسب إليه هذا العلم المحمدي لم يستطيعوا أن يفترضوا له مصدرا تعليميا خارج حدود قريته، بل كان آخر جهد بذلوه من حيلتهم وآخر سهم رموه من كنانتهم
أن جاءوا من بين ظهرانيهم بهذا الغلام الذي عرفت خبره. فيا ليت شعري لو كان هذا الغلام أن يكون مرجعا علميا، أرادوا أن يصفوه فما الذي منعهم أن يأخذوا كما أرادوا أن يصفوه، فما الذي منعهم أن يأخذوا عنه كما أخذ صاحبه؟ إذا كان هو اللي بيعلم، طب ما تروح تعلمه من الواد ده وهاتوا قرآن زي مثلا، يعني مش أنت بتقوله هو اللي علمه؟ طب ما هو قدام كل واد أهو، ما تروح خد درس خصوصي عنده بدل ما تروح تحاربه ويقتلك ويبهدلك. طب ما كان أسهل تتعلم وتجيب حاجة زيه بدل القتل والبتاع والمرمطة اللي عملتها في نفسك يا كافر يا أبو جهل. فما منعهم أن يأخذوا عنه كما أخذ صاحبهم، وبذلك كانوا يستريحون من عنائه ويداوونه من جنس دائه. بل ما منع ذلك الغلام أن يبدي للعالم صفحته فينال في التاريخ شرف الأستاذية، ويقول لهم أنا اللي معلمه وتنفخ كده، واخد بالك؟ طيب عشان تعرف بس ان ايه، ان اصلا انكار نبوة النبي بلاها بلاها، يعني يبقى ان ادم ايه غباوة، ها تخلف عقلي منتر ترديش، واخد بالك ازاي؟ يا ليت شعري لماذا ينسب تلك العلوم الغريبة عنهم إلى أهلها الموسومين بها من الربانيين والأحبار في المدينة أو من القساسين والرهبان في الشام، أولئك الذين قضوا أعمارهم في دراستها وتعليمها؟ أليس ذلك لو كان ممكنا أو شبيها بالممكن كان هو أحسن تلفيقا وأجود سبكا وأدنى إلى الرواج وأبعد عن الإحالة من نسبتها إلى حداد مكة؟ أم ضاقت بهم الأرض فلم يجدوا أحدا أمثل منه ولا أعلم بالدين والتاريخ؟ تالله لولا أنهم وجدوا باب التعليم الخارجي أمنع. طب ما لو كان ممكن بقى يروح واحد يبعته كده اتنين تلاتة بعثة من ولادهم الأذكياء يقعدوا مع القساوسة والرهبان في الشام يتعلموا ويجي لهم جايبين دكتوراه وينطحوا الحبيب بقى ويجيبوا حاجة زي كان، مش كون ممكن يعملوا كده؟ ده قعدوا 13 سنة، يعني كان لو بعتوا واحد كان هيجي لهم بعد 6-7 سنين، واخد بالك، علامة مع جائزة نوبل، واخد بالك ازاي؟ ويقول بقى علشان تعرف ان ما فيش سبيل للوصول الى هذا القرآن الا الوحي، لا سبيل للوصول لهذا القرآن الا الوحي، فهمت بقى؟ تالله لولا انهم وجدوا باب التعليم الخارجي امنع سدا من سائر الابواب وادخل منها في معنى المكابرة التي لا تروج لما ضيقوا على أنفسهم دائرة الاتهام حتى تورطوا في هذا المحال المكشوف وافتضحوا بهذه المقالة الشوهاء. الشوهاء يعني المشوهة، يعني هؤلاء زي شاهة الوجوه، فإحنا بنقول شاهة الوجوه يعني فقدت حواسها، اللي هو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم شاهة الوجوه هم واقفين بالسيوف على باب بيته وخارج للهجرة، لما قال شاهة الوجوه إيه؟ فقدوا سمعهم وبصرهم وكل شيء، وفين كل زي الاصنام، وكمان خد شويه تراب حطه على دماغهم صلى الله عليه وسلم، فهمت بقى؟ هؤلاء قوم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا احرص الناس على خصوماتي وادرى الناس باسفاري ورحلاتي واحصاهم لحركاتي وسكناتي، قد عجزوا كما ترى ان يعقدوا صله علميه بينه وبين اهل العلم في عصر، فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف و13 قرنا انقضت أو انفضت فيها سوق الحوادث وجفت الأقلام وطويت الصحف، لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة في قمامات التاريخ وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها. ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحث، فقد كفتهم قريش مؤنته، وليشتغلوا بغير هذه الناحية التي قضى التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل. فإن أبوا فليعلموا أن كل شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيانه. حيرة المعاندين واضطرابهم في الجدل قديما وحديثا، دي عنوان جانبي كده
في النسخة بتاعتي، يعني المحقق بقى يعمل ايه عناوين جانبية مش موجودة في النسخ بتاعتي. نعود رابعا واخيرا فنقول لو كانت نسبة هذه العلوم القرآنية الى تعليم البشر من الدعاوى التي تعبر عن فكرة او شبهة قائمة بنفس صاحبها لوقف عندها الطاعنون ولم يجاوزوها، ذلك لان العقل اذا خلي ونفسه في تعليل تلك المفارقة، ذلك لأن العقل إذا خلي ونفسه في تعليل خلي ونفسه، تنفع ونفسه تقول ونفسه، تنفع الاثنين تبقى واو المعية تبقى ونفسه، وممكن تقول الواو هنا واو البيان وتبقى ايه تأكيد وتقول نفسه، اعراب بقى لطيف كده ندي لك حتة اعرابية كده. إذا خلي ونفسه في تعليل تلك المفارقة الكلية بين ماضي الحياة المحمدية وحاضرة، أعني ما قبل النبوة وما بعدها، لم يسعه إلا الحكم بأن هذا العلم الجديد وليد تعليم جديد، وإذ لا عهد للناس بمعلمين في الأرض من غير البشر، كان أول ما يخطر بالبال أن هنالك إنسانا تولى هذا التعليم، فلو وجد الطاعن أدنى تكأة من عوامل واقعية أو ممكنة تجعل له شيئا من الاقتناع بهذا التعليل فيما بينه وبين نفسه لما رضي به بديلا ولما عدل عنه إلى تعليل آخر أيا كان. لكن هؤلاء الطاعنين ما فتئوا منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا حائرين في نسبة هذا القرآن، لا يدرون أينسبونه إلى تعليم البشر كما سمعنا آنفا أم يرجعون به إلى نفس صاحبه كما سمعنا من قبل، أم يجمعون له بين النسبتين فيقولون لصاحبه إنه معلم مجنون كما جاء في سورة الدخان. نظرية الوحي النفسي ليست جديدة، لأن في أوروبا نشأت فكرة إن إيه واحد إيه يجيله حاجة وحي إلهامي إلهام نفسي كده من جواه، فقال لك آه يبقى النبي برضو القرآن ده إلهام نفسي وحي نفسي، فاهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. العجيب ان الوحي النفسي ده والالهام النفسي لما بيجي الانسان ما بيبقاش معجز الاخرين، لكنه بيبقى نوع من الابداع وليس نوع من العلم، نوع من الابداع فقط، يبدع في قصيدة شعر، يبدع في قصيدة، في رواية يتصورها ويبقى، لكنها ابداع بشري، فهمت ازاي؟ لكن ليس معجزا لعقل الناس. فيا اما بقى لو كسر قوي قوي يبقى هلوسه، وعمر ما الهلوسة والفوضى تعمل ايه حاجة مرتبة، فهمت؟ عمر ما الفوضى تبقى خلاقة يا امريكان يا مجرمين، ها؟ فعمر ما الفوضى تعمل حاجة مرتبة ابدا، فهمت بقى ازاي؟ ومن تتبع انواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رأى ان نسبتهم القرآن الى تعليم البشر كانت هي اقل الكلمات دورانا على ألسنتهم، وان اكثرها ورودا في جدلهم هي نسبته الى نفس صاحبه على اضطرابهم في تحديد تلك الحال النفسية التي صدر عنها القرآن، أشعر هي ام جنون ام اضغاث احلام؟ فانظر كم قلبوا من وجوه الرأي في هذه المسألة، حتى انهم لم يقفوا عند الحدود التي يمكن افتراضها في كلام رصين كالقرآن وفي عقل رصين كعقل صاحبه، بل ذهبوا الى ابعد الاحوال النفسية التي يمكن ان يصدر عنها كلام العقلاء والمجانين. ان ذلك لمن اوضح الادلة على انهم لم يكونوا يشيرون بهذا الوجه او ذاك الى تهمة محققة لها مثار في الخارج او في اعتقادهم، وانما ارادوا ان يدلوا بكل الفروض والتقادير مغمضين على ما فيها من محال وناب ونافر. ناب يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني جاية من الناب على فكرة، جاية من الجرح، يعني جارح، واخد بالك ازاي؟ يعني شديد البعد، جارح للحقيقة يعني، خارج عن نطاق، يعني خرج عن نطاق، يعني جرحها، افترسها، فهمت ازاي؟ فهي معنى يعني ايه مجازي، لكن اصلها جايه من الافتراس، المعنى الحقيقي بتاعها من الافتراس، لكن هنا معناها كانه يعني جرح ايه العقل السليم وتكلم بكلام المجانين. من محال وناب ونافر ليثيروا بها غبارا من الاوهام في عيون المتطلعين الى ضوء الحقيقه،
وليلقوا بها أشواكا من الشك في طريق السائرين لعروض اليقين. ولقد نعلم أنهم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى رأي صالح يرضونه من بين تلك الآراء، وأنهم كانوا كلما وضعوا يدهم على رأي منها وأرادوا أن ينسجوا منه للقرآن ثوبا وجدوه نابيا عنه في ذوقهم. يعني إيه؟ أبعد ما يكون، يعني غير صالح لأن يكون لبوسا له، فيفزعون من فورهم إلى تجربة رأي ثاني، فإذا هو ليس بأمثل قياسا مما رفضوا فيعمدون إلى تجربة ثالثة، وهكذا دواليك ما يستقرون على حال من القلق. فإن شئت أن تطلع على هذه الصورة المضحكة من البلبلة الجدلية فاقرأ وصفها في القرآن. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراء، بل هو شاعر. شفت كل ده ربنا جابه لهم في سطر واحد. كل الاحتمالات اللي قاعد يكلمنا فيها الشيخ عبد الله درز قالها لك في سطر واحد القرآن. دليل البلبلة الفكرية يعني. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، وهم عايشين في وسط المعجزة كلها. حاجة غريبة. فهذه الجملة القصيرة تمثل لك بما فيها من توالي حروف الاضطراب مقدار ما أصابهم الإضراب. بل اللي هو حرف الإضراب اسمه بل. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراء، بل هو دليل إيه؟ إنه مبلبلين. واخد بالك إزاي؟ يعني مضطربين. والبلبل سموه بلبل ليه؟ عشان طول النهار بيتبلبل، واخد بالك، قاعد بيضطرب كده من شجره لشجره ويتنطط كده. فالاسم برضه ليه ايه؟ يعني المسمى له نصيب من اسمه، فاهم؟ والذباب ليه سموه ذباب؟ عشان كلما ذب آب، ذب آب، ذب آب، يبقى ذباب. فهمت بقى؟ يعني كل ما تدفعه يرجع. لغة العرب جميلة، ما تجدش الحاجات دي في أي حتة إلا في اللغة العربية. لغة تحس إنها فيها كده تمثيل. واخد بالك؟ يعني يعني نفس اللفظة بيرسم لك الصورة، من نفس اللفظ يرسم لك الصورة. حاجة يا أخي سبحان الله. فهذه الجملة القصيرة تمثل لك بما فيها من توالي حروف الإضراب اللي هو بل بل بل، ده اسمه حرف إضراب. احنا حرف الإضراب في لغة المسلمين يقول لك ايه؟ قصدي كذا، قصدي كذا، قصدي كذا. كل شيء يقول لك قصدي كذا، قصدي يعني بل بل بل. بس المصريين ما يقولوش بل، ها؟ بيخافوا يتبلوا، ها؟ يقول لك قصدي كذا، قصدي كذا، مش قصدي كذا، ها؟ انا عايز بس ايه تحول اللغه الفصيحه الى لغه عاميه، عشان لما حد يكلمك بالعاميه تعرف تقلبها الفصيحه، ها؟ فهمت ازاي؟ أصابهم من الحيرة والاضطراب في رأيهم، وتريك من خلالها صورة شاهد الزور إذا شعر بحرج موقفه، كيف يتقلب ذات اليمين وذات الشمال، وكيف تتفرق به السبل في تصحيح ما يحاوله من محال. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. شوف ربك بقى في القرآن يجيب لك إيه اللفظة كده تحكي لك، تفردها أنت بقى تطلع 20 صفحة. فهمت بقى؟ سبحان الله الإعجاز يعني. ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله فجر يوم الجمعة 17 مارس إن شاء الله. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.